نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي يشهده قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من خلال استحداث بطاقة شفاء افتراضية موجهة للطلبة الجامعيين، مكسب جديد في الانتقال الرقمي بالجزائر. حيث كانت عملية طلب هذه البطاقة واستعمالها جد سهل وفي متناول جميع الطلبة، كما أنها قامت بتسهيل عملية طلب الدواء والتعامل مع الصيدلي، وذلك من خلال الاستغناء عن بطاقة الشفاء الحقيقية. سفرنا كطلاب وبعد تجربتنا لهذه الميزة الجديدة نؤكد بأن هذه البطاقة سوف تلقى استحسان كبير بين أوسط الطلبة الجامعيين. بطاقة الشفاء إنها تدخل في 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 تدخل في الموبيل تاعهم بلا ما يروحوا يجيبونا لي كارت شفاء ويوريوها لنا ديريكتومون نون سيلمون يسهلونا في الخدمه تاعنا، اي اون ميم طون يا تو سور لو موبيل، يا كلش في الموبيل تاعهم. بطاقة الشفاء الافتراضية ستسمح بضمان السرعة في تغطية الاحتياجات وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة الجامعيين. الطالب الجامعي اليوم الجزائري يقدر يستفاد من مزايا تاع لا ميزاجور تاع لي زوفيرتور دو دروا، ما كان له يجي يعني ما كان له يجي لي زاجونس تاعنا البطاقه الافتراضيه الشفاء، المزايا تاعها انه تخليه لا ميزاجور تطلع له اوتوماتيكمون بلا ما يقدم اي حاجه ولا يجي فيزيكمون. ويتم الحصول على النسخه الرقميه من بطاقه الشفاء من خلال تطبيق الهاتف المحمول الهنا بعد التحقق من المعطيات المقدمه وتوثيق الملف والمصادقه على الطلب من طرف مصالح الشفاء التابعه لصندوق الضمان الاجتماعي، وتسمح بطاقه اي شفاء بالتعرف والمصادقه الرقميه بفضل البيانات الوارده اليها. العملية مست في مرحلتها الأولى 6 ولايات على أن تعمم لاحقا عبر كافة ولايات الوطن لفائدة الطلبة الجامعيين الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة.